قضيتنا اليوم هي قضية كل فلسطيني وكل بيت فلسطيني، والقضية الأكبر والهم الأكبر لنا جميعا وهو موضوع الأسرى. صراحة موضوع الأسرى يشغل بالنا جميعا، ونعيش هذا الوضع وهذه القضية بكل ما نملك من أحاسيس، حتى لو لم نكن في الأسر ولم نذق يوما طعم الأسر، ونتمنى أن يعني يجنبنا جميعا الله إياه إن شاء الله. هذه القضية المؤرقة تتصاعد أكثر فأكثر في المجتمع، وحقيقة دورنا نحن كصحفيين يجب أن يكون مختلف عن أدوار الآخرين، لأننا نحمل في الأصل رسالة، ويجب أن نحمل هذا الهم الوطني على أكتافنا بكل قوة وبكل مهنية وبكل جرأة وبكل انتماء صادق لهذه القضية، بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو سياسية يمكن أن تنغص علينا هذا الانتماء الصادق لقضية الأسرى. في البداية، التجمع العالمي لكس القيد، هذا التجمع هو فكرة وليدة من داخل السجون، وللأمانة هي فكرة الأخ المعتقل أيمن سدر من القدس، والمعتقل مضى على اعتقاله قرابة 18 عاما والمحكوم بالمؤبد. هذه الفكرة كانت تتولد داخل قلاع الأسر عندما كنا نطلع على النشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى، وكان هناك تعليق دوما أن قضية الأسرى بحاجة أن تخرج من الحيز الفلسطيني إلى المستوى الدولي والعالمي.